مقاتلة فتاكة لا تعرف الرحمة، لها من اسمها نصيب. صياد ماهر لا يرحم فريسته، تعمل ليلا أو نهارا في الصحاري والسهول والوديان والجبال وحتى في المحيطات. أشبه بفرقة عسكرية متعددة الأغراض تحلق فوق الأرض. لم تنجو منها القوات الأوكرانية رغم كل أسلحة الناتو الدفاعية، إلا أنها كانت تنهار أمام ضرباتها كأحجار الدومينو. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد، نستعرض لك تفاصيل وأسرار أخطر مروحيات القيصر بوتين، صياد الليل. قاتلة الدبابات الأوكرانية. مي 28 صياد الليل، يطلق عليها الطيارون السوفيت لقب الدبابة الطائرة، وهي مروحية هجوم أرضي وإسناد جوي، توكل إليها مهام العثور على الدبابات ومدافع العدو وتدميرها، والقضاء على كمائن الأعداء وتثبيت حقول الألغام، والاشتباك وتدمير الأهداف الجوية ذات السرعات البطيئة، ومهام الدوريات البحرية والعثور على السفن والقطع العسكرية العائمة وتدميرها. ترسانة عسكرية طائرة. تتسلح مروحية مي 28 بالمدفع الآلي شيبونوف من عيار 30 ملم المحمول في مقدمة المروحية. هذا المدفع المزدوج قادر على إطلاق 550 طلقة في الدقيقة الواحدة بمدى يتراوح بين 2000 و3500 متر حسب نوع المقاذيف. ويتميز هذا المدفع باستخدامه لذخائر مختلفة مثل مقذوفات HEI المتفجرة وABDC الحارقة ومقذوفات RHA الحارقة للدروع، والتي بوسعها اختراق 25 ملم من الفولاذ الصلب. أما الحمولة الصاروخية فتتوزع على 10 نقاط تعليق جانبية، منها حاملات صواريخ أتاك المضادة للدروع، والتي تتميز بدقة متناهية في تحقيق الإصابات على مسافة 3600 متر، وصواريخ M120 متعددة الاستخدامات، والتي تستطيع اختراق 80 سنتيمتر من الدروع المعدنية، ويصل مداها إلى 8200 متر. ولمواجهة التهديدات الجوية، يتم تجهيز النسخة المطورة من مروحية الصياد بصاروخ جوجو من نوع R74M ذات التوجيه الحراري المصممة لاصطياد المقاتلات الحربية الحديثة، وعلى رأسها مقاتلات الجيل الخامس. ويتم تزويد صياد الليل بحاملات صواريخ S8 أو S13 أو كليهما، وهي عبارة عن راجمة صواريخ بحمولة تقدر ب 76 صاروخ يصل مداها إلى 14 كيلومتر، أي أنها تتيح لطاقمها الهجوم على الوحدات العسكرية بأمان على نطاق أبعد من مدى الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، وأبعد من مدى المدافع الرشاشة المضادة للطائرات. وبعض النسخ من مي 28 تم تجهيزها لاستخدام صواريخ S13 و S8 الموجهة بالليزر، والتي صرحت روسيا عنها بأنها ذات مدى أبعد وبقدرة تفجيرية حرارية أعلى. أيضا يمكنها تعليق صواريخ تكتيكية كصاروخ KH25 المضاد للرادارات، والذي يتم توجيهه بالليزر بمدى يصل إلى 30 كيلومتر، ويبلغ وزن الرأس الحربي الحراري فيه إلى 90 كيلوغرام، وهو قادر على نسف المباني والتحصينات الأرضية وحظائر طائرات ومستودعات الوقود والذخائر. المواصفات العامة. يبلغ طول مروحية هافوك 17 متر، وبعرض 4.1 متر، وبارتفاع 3.8 متر، ويبلغ وزنها 11600 كيلوغرام. تعمل مي 28 بواسطة زوج من المحركات من طراز كليموف TV3، يتيحان للطائرة التحليق بسرعة 320 كيلومتر في الساعة وبارتفاع 5700 متر. أما نطاق العمليات فيبلغ 650 كيلومتر. تحتاج مروحية صياد الليل إلى طاقم مؤلف من فردين، المقاتل أو مشغل الأسلحة في مقدمة الطائرة وخلفه الطيار. أنظمة الرصد والقتال.
تمتلك مروحية مي 28 كمبيوترات عديدة تعالج البيانات الواردة من 300 مستشعر تحيط بهيكل الطائرة. تعمل المستشعرات كنظام إنذار مبكر، ويقدم نشرة ميدانية متكاملة لكابتن الطائرة بمعدل تحديث يصل إلى مرة واحدة كل 25 ثانية. أما الرادار فهو من طراز بودلات، يقوم باستكشاف المحيط والبحث عن الأهداف بزاوية 365 درجة حتى مع اختفاء المروحية بين التضاريس الطبيعية. ويوفر الرادار المتقدم مع مجموعة المستشعرات تحديد الأهداف البرية على بعد 45 كيلومترا، والأهداف الجوية من مسافة 80 كيلومتر. أما الأهداف المائية فيمكن رصدها من مسافة 120 كيلومتر. مميزات وعيوب. تتميز مروحية صياد الليل بقدرتها على التكيف في أي بيئة قتالية، إضافة لقدراتها العالية جدا على المناورة. وأيضا تتميز بقابلية تعديل منصات تعليق الأسلحة الجانبية بكل سهولة دون تعديل أي من أنظمة التسديد والإطلاق، مما يجعلها مروحية قتال متعددة المهام بكل جدارة. أما العيوب فهنا يمكن القول إنها قاتلة، فهذه الطائرة بطيئة جدا مقارنة بالعديد من المروحيات المنافسة لدى صانعين آخرين، كما أن سرعتها وسقف ارتفاعها يجعلني منها هدفا في مرمى كافة الصواريخ المحمولة على الكتف وحتى أقدمها. التاريخ التشغيلي والحرب الأوكرانية. بدأ مشروع مي 28 في العام 1988، وتم تصنيع النموذج الأول في العام 1994، تأخر دخولها إلى الخدمة حتى العام 2006، ويستمر إنتاجها في روسيا حتى اليوم. وتشير تقارير غربية إلى أن العدد المصنع منها حتى الآن بلغ 120 مروحية. أما عملياتها القتالية فاقتصرت على المواجهة مع أوكرانيا خلال العام 2014، عندما انتزعت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها إلى أراضيها. النسخة العراقية من المروحية كان من المفترض إنتاجها في فترة حكم الرئيس صدام حسين بترخيص روسي، لكن المشروع ألغي عقب حرب الخليج الثانية عام 1991. وتعاقدت الهند على توريد 80 طائرة من طراز مي 28 نوع بمواصفات قياسية لصالحها، تتيح لها تزويد المروحية بأنظمة حرب إلكترونية وتقنيات من صناعة فرنسية وأخرى إيطالية، ما تسبب بمشاكل مصنعية أدت لتخفيض الصفقة إلى النصف. وخلال الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل العام الجاري، شاركت مروحية مي 28 بشكل أساسي كسلاح دعم وإسناد جوي لوحدات المشاة والمشاة الميكانيكية، وقد أسهمت في كسر العديد من الدفاعات الأوكرانية شديدة التحصين، خصيصا على جبهتي خاركيف وسومي التي تعتبرهما أوكرانيا خط الدفاع الأول. الخسائر. تبلغ كلفة تصنيع الطائرة داخل روسيا 40 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة باهظة جدا بالنسبة لمروحية هجومية، لذا فإن خسائر من هذا النوع تعتبر مكلفة جدا. في منتصف فبراير من العام 2011 تحطمت مروحية مي 28 في منطقة ستافروبول جنوب غربي روسيا، أسفرت عن مقتل طيار ونجاة الآخر بإصابات بليغة. وفي أبريل من العام 2016 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطيم مروحية مي 24 بمنطقة القريتين في ريف محافظة حمص أثناء تنفيذها عملية قتالية ضد فصائل الثورة السورية. وخلال الغزو الروسي لأوكرانيا خسرت روسيا على أقل تقدير 11 مروحية جراء إصابتها بصواريخ مضادة للطائرات، وبالتحديد صواريخ ستينجر. وأنت عزيز المشاهد، ما تقييمك لقدرات مروحية مي 28؟ وبرأيك هل تستحق لقب صياد الليل؟ كان معكم معلق قناة ملفات عسكرية عمار مصطفى.